النهارده كانت المرحله الاولى. المرحله الاولى دي كانت تشمل حي غرب القاهره، حي عابدين، وبعض المناطق في حي الازبكيه. انا جامع حي غرب القاهره اللي انا رئيسه، وهو عباره عن شارع رمسيس مع 26 يوليو وتقاطع، وشارع سليمان باشا هو طلعت حرب، وأمام جامع تحرير، وميدان عمنا مريار. ودول كان العدد حوالي 600 منهم، حوالي 138 يتم تسكنهم بالقرآن. تمام. الإبراج بقى اللي هم بيعملوها، يعني هم بيستلموا هنا بنعمل خروج بحيث ان الكارت له رقم واسمك طبقا للحصر اللي احنا عملناه. الحصر ده اتعمل فيه شرطه المرافق والحي اداره الشغالات ونقابه البلد. وابتدينا نعمل الحصر، نفرغ هذا الحصر في كروت صغيره. الكارت ده فيه اسمك ورقمك على الارض. بتيجي تقول انا معايا كارت، بيتاكد الموظف ان اسمك هو كاش، بيبتدي يقول لك خلاص انت انزل في المربع ده رقمك عليه. تمام. بيستلم ازاي؟ يعني بايه؟ بيدفع فلوس؟ مش فلوس ولا في حاجه، صوره بطاقته بس. ولا صوره بطاقته، احنا اخذنا صوره البطاقه والبيانات، مش هيرسم خالص صوره البطاقه والبيانات دي كلها اخذناها في الحصر اللي احنا حصرنا بيه للناس اللي متوقفين. تمام. المفروض ان هم بياعين في البيت. لكن ما فيش دفع فلوس او حاجه، او مثلا يدفعوا بعد شويه. نظير خدمات شركه نظافه شركه امن في المكان، هنبتدي نعلن عنه. لكن لحد دلوقتي ما حدش دفع حاجه. في ناس بتقول ان في رشوم زي كده، والمساحه اللي بتديها لهم بقى بتبقى قد ايه مثلا؟ هي المربع العام شفته حل من قريب بالنسبه للي فوق اللي هم بيقلوا هنا خمس بلدات تحت كده، دول كانوا زياده ما كانوش ضمن الحصر. بينا نفحص موقفهم ونديهم اماكن. لا مش اعترض، اللي اعترض بنقنعه ان انا يهمني ان ده مصري اراضيه، ويهمني المصري تاني ان هو يمشي في الشارع ويعرف يتسوق كويس ويمشي. لكن لو انا دخلت في اتجاه جانب واحد يبقى انا مش عادل. شكرا فندم. كل الشوارع دلوقتي لا نسمح باي ارتداد فيها، الخدمات الامنيه والحي متوفر مع بعض، في تنسيق بيننا وبين الداخليه، بنحافظ على الشارع ان هو يكون مفيش فيه اي ارتداد للبيع المتجول.